السلام عليكم. على الرغم من انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتعدد مساهمات الكثيرين بآرائهم، منهم المتميز حقا، إلا أن هنالك إشكالا يشهده عالمنا العربي باعتقادي، إذ إن من الملاحظ أن بلداننا باتت تعاني من نضوب فكري، فلا تكاد تلحظ خلال العقدين الماضيين أو أكثر مفكرين يسمع لهم العامة وينتظرون آراءهم ورؤاهم إلا قليل، بل العكس صحيح، فقد بتنا نشهد ترديا بين الشباب والأجيال الصاعدة في جانب الأخلاق والفكر والسير وراء كل ناعق. نحتاج في عالمنا العربي إلى أن يتصدر أهل العلم والتخصص والحكمة والحصافة المشهد لتقديم الحلول اللازمة لأزمات شعوبهم. المناصب ليست غنيمة لأهل الولاء، مما يتسبب في تأخر الكثير من بلداننا العربية. حتى البرامج الحوارية العربية التي تستضيف من يدعون بالمفكرين والخبراء والمخططين الاستراتيجيين والنقاد، ثم تستمع لهؤلاء فلا تكاد تخرج إلا بالقليل من الفائدة. أين الرؤى الإبداعية؟ أين التفكير الخلاق والحلول خارج الصندوق، ممن ننتظر منهم أن يكونوا مفكري الأمة ورجال الأزمات؟ كثيرا منهم من بلدان في العديد من بلدان العالم العربي موجودون، غير أنهم بكل أسف في مؤخرة الصف والأولوية لأهل الثقة، حتى ازدادت أزمتها وديونها وتكاد تتفكك مجتمعاتنا. هنالك حاجة إلى غير هؤلاء من أدوات البناء الفعالة والقادرة على استغلال موارد بلدها والحفاظ على مكتسباتها، والله الموفق.